من زمن المالك يا سنة 2012 2011 اي ما تدري ليش؟ من 14 المدني سلام ورحمة الله سلام. المدني اساسا ما الى نهاية خدمة بكل القوانين السابقة. شو وقت صار؟ بال 2014 1/1/2014 شرط الخدمة 30 سنة صح. حسبوها للمدني كانت فقط للعسكري صح. سنة 19/31/12/2019 قللوا المدة من 30 سنة إلى 25 سنة. أنتم طلعتوا قبل صدور هذا القانون فما مشكلة، هذا الجواب. وهاي صارت مشكلة طبعا وردنا بها تنحل، أنه أكو واحد قبل يوم تدري، يعني القانون 31/12 واحد طلع 30/12 فرق يوم، هذا ما استحق وهذا استحق، هاي مفارقات القوانين العراقية أي هذا فما تستحق. الله يخليك والله هسه ابو نور هسه مخرج هسه عيده بالقناه ماله بعد ان شاء الله نتابعها يلا هي عيد ورا ما يكمل عج حكي يا ام حكي اي هسه هاي جتنا جابه واضحه هسه قريته اي هسه اسمع الكتاب اللي راح نقراه مستشفى بغداد تحسب في مدينه الطيب تعليم مستشفى بغداد يلا انا بعد ما لا انا ما هذا هذا ابو احمد إخواننا المتقاعدين، من خلال مخاطباتنا فيما يخص قطع الأراضي خاصة بالمتقاعدين، هاي آخر إجابة وردت لنا. طبعاً هذا الموضوع كان نايم ما حد مشتغل عليه، لكن إخوانكم في رابطة نقابة المتقاعدين والله واسلون عليه يعني، ومن خلال هذا الرجل اللي أطلقنا عليه معين المتقاعدين الحاج معين الكاظمي جزاه الله خير، وردت لنا الإجابة من وزارة البلديات بخصوص هذا الغرض اللي هي شو تقول؟ كتابكم ذو العدد نود إعلامكم والتي تم المصادق عليها الخاص بالقطع على الأراضي، طبعا تم المصادق عليها من قبل دولة رئيس الوزراء والمبلغ إلينا بموجب كتابكم والمعممة بموجب كتابنا ذو العدد والخاصة بالمحالين على التقاعد بعد نفاذ الأمر التشريعي رقم 12 لسنة 2004. أما المحالين على التقاعد قبل 2003 فإن وزارتنا بصدد دراسة تعديل التشريعي رقم 12 فإن وزارتنا بصدد دراسة تعديل ضوابط توزيع، هنا شوية يعني هاي الراد الانتباه أخوان للمتقاعد قبل 2003، دائما يعني يتصلون بينا ويجونا مراجعين لمقر الرابطة بهالخصوصات. فش يقول؟ يقول المتقاعد قبل 2003 فإن وزارتنا بصدد دراسة تعديل ضوابط توزيع قطع الأراضي السكنية لجميع فئات المجتمع العراقي وبالتنسيق مع الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار تعليمات جديدة لتسهيل تنفيذ الأمر التشريعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار تعليمات جديدة، يعني أنا أكررها حتى تبهون للكلام، لتسهيل تنفيذ الأمر التشريعي رقم 12 سنة 2004 الخاص بتوزيع قطع الأراضي السكنية، وسوف يتم تعميمه على جميع المؤسسات البلدية بعد المصادقة عليه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء عليه بإمكان الشريحة موضوعة البحث يعني المتقاعدين
المشمولين بالضوابط آنفا التقديم على طلب تخصيص قطع الأراضي السكنية بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 419 لسنة 2019 وفقا للتعليمات. يعني المتقاعد بخدم المتقاعد بعد 2003 المتقاعد بعد 2003 يقدم للحصول على قطعة الأراضي ها يعني والقبل 2003 القبل 2003 وزارة البلديات راح تلقى لهم فد آلية. يعني أكو ناس ما مستلمين لكن شنو يردونهم؟ يردونهم فد آلية عمل حتى تمشي عليها وزارة البلديات وتخصص لهم قطع الأراضي الخاصة بهم حسب الحزمة الأخيرة اللي أطلقها دولة رئيس الوزراء. جواب عين الحزمة اللي أطلقها رئيس الوزراء نعم ما حدد بها تواريخ نعم متقاعد وقبض نعم غير مستفيد بس هسه الجماعة التقيت بهم بالمتنبي بلي بغير مكانات نعم يقولون احنا رحنا راجعنا وقالوا لنا انتم طالعين بالهذا قبل 2003 ما عندكم نعم فهي الحزمة اللي أطلقها رئيس الوزراء ما بها تواريخ ما بها تواريخ القرار القرار اللي طلع مال دولة رئيس الوزراء طبعا ما ذكر تاريخ لكن المختص لمن يرجع المختص يرجع الى قانون التقاعد. على سبيل المثال مخصصات مال الورثه اللي كان الدابع تابع عليها شنو اللي جاء عليها مجازات متراكمه لو شنو رجع عليها نهايه خدمة يعني نهايه الخدمه اللي من المدني طبعا العسكري مشمول لكن المدني المدني بعد 2014 انشمل بنهايه الخدمه قبل 2014 ما انشمل يعني 31/12/2023 ما مشمول 1/1 2000 العفو 31/12/2013 ما مشمول 1/1/2014 مشمول فرق يوم واحد فرق يوم واحد زين شنو الأسباب؟ السبب لأنه قانون تشرع بهذا التاريخ فهسه أنت لما تجي وتناظر بأنه قانون التقاعد اللي وضعت الدولة يعني ما ممكن يرجع مثلا حتى الستينات هي منطقيا ما يصير مو ولكن احنا مثلا ينحصر آلية العمل الشخص اللي ما مشمول من مثلا من 95 خلينا نقول او من 90 يعني هذه احنا ال 94 الاخ ابو مصطفى اللي هي استحقاقه العسكري ما مستلمها كذلك كل اخواننا من الجيش السابق اغلبيتهم ما مستلمين القطع الاراضي الخاصه بهم استحقاقهم ولكن اجت لهم مثلا قطع اراضي حسب القرار 117 وبالمناسبه هذه حسب رايي دارة المحاربين بأنه هذه تعتبر مكرمة والمكرمة غير الاستحقاق المكرمة واحد والاستحقاق واحد فالقرار 117 اللي منحت يعني قطعة أرض لكل عسكري حسب هذا القرار هاي تعتبر مكرمة وليس استحقاق أكو استحقاق وأكو مكرمة إيه نعم هو من صدر القرار الساد نعم. من صدر القرار هذا 117 اكو عالم مستلم اراضي بس على القرار طاهم قال اي هذا تختلف مطاهم. انت تختلف اليوم هي. مثلا انا عندي رقم التاريخ سوينا لهم كتاب هذا وايضا راح ان شاء الله يعني يرفع الحجز عليه فهنا كان الامر ابو العفو ابو عمار يحكي هنا كان الامر الاختلاف انت الوزاره المعنيه ترجع الى صاحبه الشان من صاحبه الشان التقاعد تقول له من المشمول طبعا ما يقدر يعني حسب ما قلت ماكو تاريخ مذكور مو ماكو تاريخ مذكور يعني هسه مثلا الماده 13 الماده 13 متوقفه بهذا السبب اكو ناس مثلا عدها وصار تعديل لهم للماده بال 19 زين لكن ايضا هم ما شملت بيها ليش لانه اكو فد اليه يراد توضع خارطه عمل لهالماده هاي وهالقانون هذا على مود المتقاعد يمشي على السكه الصحيح وإن شاء الله أخوانكم في رابطة نقابة المتقاعدين جاي نعمل بكل جهدنا إن شاء الله ما تقصروا حتى هاي إجاباتنا يعني هاي إجاباتنا قبل أسبوع وردت من هيئة التقاعد فيما يخص تعديل قانون التقاعد يعني من هيئة التقاعد
واللي هي مجاوبة إلى مكتبنا اللي مرتبط بسيادة النائب معين الكاظمي، يعني أبو التقاعد مبدل المساعدة في كل وقت وفي كل مكان وفي كل لحظة وفي كل ساعة. دزون علينا يقول إيش وقت تردونا نحضر في سبيل نعدل قانون التقاعد، إحنا ويا المتقاعد ويا الجهة التشريعية، يعني إحنا الراتفة اجتماعات إن شاء الله عاملين على أمر هذا باللجنة القانونية في مجلس النواب إن شاء الله يحضرون إخوانكم ممثلين عن المتقاعدين حتى يصير تعديل قانون تقاعد موحد يخدم كافة المتقاعدين العراقيين دون استثناء. أبو نور من رخصتك. عين أبو عمار. بالنسبة للمتقاعدين القدماء الذين هم منذ فترة طويلة هم استلموا أراضي وبنوها، نعم، ولكن الظروف تختلف في هذا الوقت. يعني أولاً صارت عدة أطفال، عدة مجموعة أطفال، وأصبحوا عوائل متعددة ببيت واحد، فهذولي يعني خمو الأجوز الأب مات، يعني ذولي وين يروحون مثلاً؟ وإذا الأب موجود أيضاً فهي مكرمة، يعني هو هذا وين؟ يعني كل واحد ظروفه أصبحت صعبة اليوم، ومن حتى يعني أنه ده هسه يعيش هاي الفترة، يعيش هاي الفترة اللي بعد التغيير. فاللي نرجوه يعني مثلاً ايضا هم اعمارهم كبيره بعد لا يقدر يشتغل ويكون له بيت، ولا ولده اكو ناس ما ساعد اباها وما يوقفون وياهم مثلا، كل من يقول لك انا اجرت البيت وقعدت بمكانه. المفروض هذول اصحاب الشيبه البيضاء واللي اعمارهم اصبحت كبيره خلي يكون لهم دور في هذه الاراضي. ابو عمار تفضل. تفضل ابو عمار. يعني اتذكر هم بوقتها يعني كانت تساوي شو اسمه قنية طحين، وبوقتها اكثر الناس حصار وش اسمه ظروفها باعت القطع الاراضي مالتها، فكانت بس قيمتها قنية كيس مال طحين يعني، فلازم يعيدون النظر بكثير من القرارات القضائية. هي اصبح العقار صعب اليوم جدا صعب، ويعني يا دوب انت تكفل عيشتك يعني ما تشتري لك بيت من جديد او لا ما بيت قطعه.